السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قوم؟ اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات اسأل وانا جاوب. السؤال النهاردة بخصوص النية في البقاء في المقاطعة، سواء في مقاطعة ساسكاتشوان او في اي مقاطعة تانية من اللي هي بتقدم برامج هجرة شروطها ميسرة شوية مقارنة بالإكسبريس انتري الفيدرالي او مقارنة ببرامج اللي هم كوبيك، وبس بتقول لك ان احنا حابينك تكون معانا، حابينك انت تعيش معانا في المقاطعة دي، سواء كانت الريفية دلوقتي او زي ما قلت ساسكاتشوان او نيو برونزويك او اي مقاطعة دي. فالسؤال بيكون هو انا لو رحت عن طريق احدى البرامج دي وبعدين بعد ما وصلت هناك رحت سايب المقاطعة دي ومشيت، او سايب المدينة دي ومشيت، هل ده في اي ضرر عليا؟ اللي بيسأل السؤال ده واحد من اثنين، يعني اما هو شخص موجود هنا في المقاطعة اللي بيتكلم عنها مثلا هنا في ساسكاتشوان، خلاص موجود فعلا، حصل على الموافقة وحصل على التأشيرة ووصل ساسكاتشوان، او هو شخص لسه ما وصلش كندا ولسه ما خدش التأشيرة اصلا. الشخص اللي موجود في ساسكاتشوان انا بقول له الآتي، حسب فهمي انا للموضوع، لو انت فعلا بقالك هنا فترة وبتدور على شغل ومش لاقي وخلاص الدنيا بالنسبة لك اصبحت مغلقة هنا في ساسكاتشوان ودورت خارج ساسكاتشوان ولقيت فرصة عمل، ابعت لوزارة الهجرة الساسكاتشوانية SIMP، ابعت لهم وقول لهم يا جماعة حصل معايا 1 2 3 4، كلمهم بالتليفون، روح لهم المكتب في رجاينا هناك، يعني لو حتى ما ردوش على الايميل قول لهم يا جماعة 1 2 3 4 حصل معايا كذا وده عرض العمل اللي جاني من خارج ساسكاتشوان، اعمل ايه؟ كل الناس اللي عارفهم اللي عملوا الشكل ده ردوا عليهم وقالوا لهم توكل على الله في امان الله، يعني انت بدل ما انت مش لاقي هنا انت عملت اللي عليك، جيت وقعدت وحاولت وما قدرتش، توكل على الله. ده بالنسبه للشخص اللي هو موجود هنا في ساسكاتشوان او موجود في المقاطعه اللي هو يعني جاء عن طريقها يعني. طيب اما بالنسبه اللي لسه ما جاش كندا خالص، لسه ما قدمش اصلا، برضه بيكونوا نوعين، يا اما هو واحد خايف، يعني هو عنده النيه ان هو يقعد في المكان ده بس خايف، طب اعمل ايه؟ طيب لو ما لقيتش بعد كده هو خلاص هيحبسوني في المكان ده؟ لا، المفروض انه مش هيحبسوك في المكان ده، لا انت المفروض بس هم عايزينك تيجي وتحاول، واذا ما قدرتش يبقى الاجابه نفس الاجابه اللي انا قلتها للشخص اللي موجود في المقاطعه حاليا ومش لاقي شغل، حاول وقد ما تقدر، واذا ما قدرتش ولقيت حاجه برا كلمهم قول لهم يا جماعه انا ما لقيتش وهطلع برا علشان كذا كذا كذا، تمام، خلي الموضوع يمشي بشكل رسمي علشان تضمن انه ما فيش حاجه تحصل لك بعد كده، هيردوا عليك ان شاء الله هيردوا عليك. ده بالنسبة للي لسه ما قدمش وعنده النية انه يجي بس خايف من الموضوع ده. اما الشخص اللي لسه ما قدمش وما عندوش النية اصلا هو يعيش في المقاطعة دي او في المدينة دي، بس هو عايز يستخدم الموضوع ده ككوبري يعني او كوسيلة ان هو يحقق الغاية بتاعته ان هو يوصل لكندا، فده انا بالنسبة لي بقول له انه البرنامج ده مش ليك، البرنامج ده والتصرف ده انت بتمضي على ورقة وانت عارف انك انت بتمضي كذبا وان الموضوع ده بالنسبة لك مش هيحصل او انت النية دي مش موجودة اصلا، فالبرنامج ده مش ليك، فكر في طريقة تانية وسيب المكان ده لغيرك، التصرف ده تصرف بالنسبة لي غير يعني منافي للمبادئ وللأخلاق، يا اما انت ما عندكش النية دلوقتي بس ماشي انا خلاص ما عنديش مشكلة هروح وحاول، دي حاجة تانية، لكن لو انت عارف وعندك خططك وجاهز انك انت اصلا لا مش هروح، انا بس مجرد هاخد التأشيرة واتوكل على الله حتى اللاندنج مش هنزل في المكان ده، فكر، انا اجابتي لي فكر مرة تانية في اللي انت بتعمله ده، لان اللي بتعمله ده هيأذي غيرك، هيأذيه ازاي؟ اولا انت بتاخد مكان مش مكانك، ثانيا بدون شك اصحاب البرنامج اللي عاملينه علشان هدف معين لما يلاقوا ان الهدف ده ما تحققش بسبب تصرفك انت وامثالك هيغيروا في البرنامج، ممكن يقفلوه، ممكن يصعبوه، كل التعقيدات اللي بتحصل على البرامج على فكرة يا جماعة بسبب تصرفات من أشخاص بيفكروا بمثل التفكير ده. ده اللي أنا حبيت أقوله النهاردة، تنسوناش من الدعم، شير، لايك، سبسكرايب وتفعيل الجرس، دعواتكم وفي أمان الله، الدنيا برد النهاردة، ربنا يعين.